مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الخطوات والأحداث التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية. الحقيقة النهاردة وإحنا بنتكلم عن تحسين الأحوال الاقتصادية بيهمنا جدا إن إحنا نتعرف على البعد الاقتصادي، خاصة مع وجود تطورات بتمس العالم كله ومنها التغيرات المناخية ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها. العالم كله أصبح بيهتم بهذا الموضوع وبالتالي أصبح يشكل أهمية كبيرة جدا لدى كل المجتمعات. الدولة المصرية أيضا انتبهت لهذا الموضوع بشكل كبير وأصبحت بتتجه بشكل أساسي نحو الاقتصاد الأخضر. ده بيخلينا نسأل ونتعرف على الجديد في مجال الاقتصاد الأخضر وإزاي بيخلق فرص عمل جديدة في ظل الاهتمام بالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من آثار سلبية. النهاردة هنتعرف مع حضراتكم على كيفية يعني التعرف على هذه الخطوات بالنسبة كمان للشباب بشكل خاص، إزاي بنخلق فرص عمل جديدة، إيه الوظائف اللي بيتم وجودها مع وجود الاهتمام أيضا بالاقتصاد الأخضر وبمواجهة الآثار السلبية والحفاظ على البيئة من هذه الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. تساؤلات كثيرة جدا هنتعرف على الإجابات الخاصة بها. بيشرفني النهاردة مع حضراتكم في هذا اللقاء الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتعرف على فرص العمل الجديدة في ظل الحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. لكن قبل ما نبدأ حوارنا أتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي. من الجدير بالذكر أنه يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الأيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضا تكون مواجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية، فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، زي ما قلنا في بداية كلامنا وشوفنا وتابعنا من خلال التقرير، بالفعل هناك اهتمام عالمي بالتغيرات المناخية والآثار الناتجة عن هذه التغيرات، لذا بتلجأ الدول في كافة المشروعات الخاصة بها إلى الاقتصاد الأخضر. من هنا بنهتم بالوظائف المتعلقة بهذا الاقتصاد، وده كان محور اهتمام الحقيقة من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء دراسة عن طبيعة هذه الوظائف متطلباتها بالنسبة للشباب. خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع، واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفتي اللي مشرفاني. برحب بدكتور أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. وخلينا نقول في البداية دكتور أماني، أصبحنا النهاردة على طول بنسمع الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، مش بس بنسمع، احنا بنشوفها بشكل واضح جدا في هذه الأيام. خلينا في البداية نقول مفهوم الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وارتباطها بالنواحي الاقتصادية بشكل عام. تغير المناخ، أو كنا الأول بنسمع قبل كده أنه ارتفاع في درجات الحرارة قادم وأن التغيرات دي هتحصل، حاليا ما أثر علينا في كل حاجة. صحيح. درجات الحرارة دي أثرت على استهلاكنا للطاقة في المنازل بقى يعني بشكل واضح جدا. صح. أثرت على المحاصيل الزراعية مثلا، يعني النشاط الزراعي أو
القطاع الزراعي كله اتأثر بطريقة سلبية جدا. يعني وإلا يعني احنا نحاسب ونعمل تكيف مع الكلام ده إلى حد ما. في كل القطاعات يعني استهلاكنا للطاقة زاد، وبقى احنا عايزين بنقول استدامة وعايزين نحافظ على أجيال الحقوق القادمة، الأجيال حقوق الأجيال القادمة وتنمية مستدامة، وما نستغلش الموارد بطريقة جائرة. بس للأسف تغير المناخ واللي حاصل ده أثر على كل الجوانب دي، وبالتأكيد ده شفناه وتابعناه مع كل المؤتمرات الدولية الخاصة بمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية واهتمام دول العالم كلها بالاتجاه إلى الطاقة النظيفة وغيرها من الأساليب الخاصة بالحفاظ على البيئة. خلينا هنا نبدأ يعني طبيعة هذه الأساليب وطبيعة الاقتصاد الأخضر واختلافه عن الاقتصاد العادي، أدواته بتكون إيه، ومن ثم بتختلف الوظائف المرتبطة بيه عن الوظائف التقليدية العادية. هو الاقتصاد الأخضر قائم على أن فيه علاقة تبادلية بين الاقتصاد والبيئة. نعم. الأنشطة الاقتصادية اللي بتقوم بها كافة المنشآت والأفراد بتأثر بشكل مباشر على البيئة، بتستهلك هي الأنشطة دي المطلوب أو بتستهدف إشباع احتياجات بشرية، بتستهلك الموارد الطبيعية والموارد المتاحة في البيئة، فالنظام البيئي بيتغير وبيتأثر. فالعلاقة التبادلية دي معناها أن يبقى فيه أنشطة اقتصادية مع مسؤولية بيئية. نعم. أو استثمار مع الحفاظ على جودة النظم البيئية، يبقى في تنوع بيولوجي، النظام الإيكولوجي ما يتأثرش، التوازن البيئي يعني زي التوازن البيئي واستدامة الموارد دي. فآلية من آليات الاقتصاد الأخضر، وإحنا بنقول دايما التوجه نحو القطاعات الخضراء، إن يبقى في وظائف خضراء، أو إن يبقى في قطاعات فيها وظائف بتحافظ على البيئة، استدامة البيئة، استعادة التوازن البيئي، بتحمي حقوق الأجيال من الموارد اللي إحنا مع استهلاكنا ليها وبتنضب. فدي فكرة التنمية المستدامة. التنمية المستدامة اللي بتقوم على إحنا دايما نقول التحضر للأخضر، القطاعات الخضراء، فدي فكرة الوظائف الخضراء، اسمها كمان وظائف مستدامة أو وظائف بيئية أو إيكولوجية، كلها ليها علاقة بإن إحنا عايزين نحافظ على البيئة. وأعتقد إن ده أصبح يعني ضرورة لابد منها في كافة المشروعات اللي بتتم، خاصة المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة المصرية، حتى في إنشاء المدن الجديدة، حتى في استهلاكات الطاقة، لابد من مراعاة البعد البيئي، وإن هو يكون بيتواكب مع طبيعة الاقتصاد الأخضر أو متطلبات مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. هل نقدر نقول إن هو ده كان السبب الأساسي إن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تقوم بدراسة علشان تشوف إيه هي الوظائف اللي بتتلائم مع طبيعة هذه الأنشطة؟ تمام. إحنا كنا بنتكلم عن تغيرات في الشخصية المصرية، يعني هي الفكرة كانت كده، فكنا مركزين قوي على الجوانب الاجتماعية والقيم اللي في المجتمع وتأثرت ازاي ونفسيا. فطلع انه في جزء الاقتصادي ده مهم جدا. احنا الشخصية المصرية كمان بتتأثر، او القطاعات اولوياتها وتوظيف دلوقتي وفرص العمل بقت متوجهة في آلية بتحقق اقتصاد اخضر واستدامة بيئية. فجت الفكرة انه احنا مش هنتكلم عن الاجتماع بس ولا علم نفس، ولا هنتكلم عن الشخصية المصرية في نواحي معينة، لازم نتكلم عن توجهات الشباب في سن العمل للقطاعات الجديدة المواكبة لجهود الدولة. يعني لما الدولة عاملة مبادرة عن او مشروع قومي لتوفير وظائف لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ده هدفه بس انه بيعرف الشباب وبيدربهم على قطاعات معينة في مجالات بقى الوظائف الخضراء، اللي هي مثلا سواء كانت الوظائف دي على فكرة في قطاعات تقليدية قائمة زي الزراعة. خلينا نتكلم برضو عن المبادرة بشكل تفصيلي، لأن بالتأكيد ممكن يكون عدد كبير بيشوفنا وبيتابعنا عايز يعرف إيه هي المبادرة دي وبتخدم أي فئة من الفئات العمرية وشروطها إيه، علشان برضو يستفيدوا منها. المبادرة هي اسمها مشروع توفير وظائف لائقة لشباب مصر. تمام. ده من 2011 بدأ تنفيذ المشروع ده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مكتب المنظمة في القاهرة. عملوا كذا حاجة، هو مشي في كذا خطوة، من 2011 بادئين وصلوا لغاية 2015 حققوا حاجات معينة وكده. فمن الحاجات ان هم نزلوا الريف، احنا بنقول في قطاعات عايزين نقول مثلا الوظائف المستدامة دي او الوظائف الخضراء فيها قطاعات كتير جدا، فيها قطاعات تقليدية او قطاعات مستحدثة وجديدة زي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمدن الذكية والبناء المستدام. في حاجات كده تقليدية موجودة زي الزراعة، ازاي هتبقى مستدامة أو خضراء إزاي؟ كان في طرق تقليدية، البناء
التصنيع. فالمبادرة أو المشروع ده مسك حاجة حاجة من الحاجات. إحنا مثلا لو هنتكلم عن، هو كان موجه للريف بشكل كبير بشكل أساسي يعني مثلا استهدفوا كم محافظة كده؟ بدأوا بورسعيد في الريف، يعني هم بريف كل محافظة، المناطق الريفية اللي متواجدة داخل أي محافظة هي دي المناطق المستهدفة من هذه المبادرة، بدأوا بيها. لأن مثلا كان في المبادرة دي خدوا حاجة في مجال إعادة التدوير وإدارة المخلفات، هيستفيدوا منها ازاي في الريف؟ الكلام ده باين بشكل اكتر. يعني هيبقى المبادرة او لما يستهدفوا منطقة في الريف فيها الكلام ده قوي، كان هيبقى تأثيره فعلا اوقع من عدد المستفيدين هيبقى اكتر كمان. ففعلا دربوا فئة كبيرة جدا من الشباب، بقى في مشروعات، واحد بس عامل مشروع، يعني بقى عندهم فكرة انه انا هبدأ مشروع بإعادة التدوير وإدارة المخلفات في محيط البيئة اللي انا ساكن فيها، وجابت نتيجة كويسة جدا. هيعملوا ازاي الفكرة؟ ممكن يطوروا ايه الخامات الموجودة اللي هي المخلفات الصلبة، يستخدموها في حاجة، سواء حاجة فنية او حاجة جمالية يعني، او يستخدموها في حاجات يدوية، حرف يدوية، او مفيش بقى زي زمان حرق المخلفات، غمر المخلفات، الكلام ده كان تقليدي جدا. اذن هي تم استخدامها في المشروعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والاستثمارات الخاصة بها في نطاق. خلينا نتكلم الاول عن المجالات التقليدية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الزراعة أو إعادة التدوير، ده بنتكلم فيه من سنين، كان موجود قبل كده وموجود مش باستمرار. فبالتالي تم توجيه المبادرة إلى هذه النوعية من المشروعات التقليدية، ولكن هناك أيضا المشروعات المستحدثة التي تتواكب مع طبيعة الاقتصاد الأخضر وطبيعة الحفاظ على البيئة في ظل هذا الاقتصاد. نعرف برضو إيه هي المشروعات دي وبدأت إمتى؟ في مثلا في القطاعات المستحدثة، إحنا بنتكلم بقى عن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، زي هنستخدم الطاقة الشمسية في ايه؟ طاقة الرياح، او نستغلها، هي موجودة بس احنا هنستغل الطاقة الشمسية بشكل اكتر، طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. في مصر مثلا عملت جهود ومبادرات كتير قوي في الحته دي، منها مشروع بنبان اللي هي محطه بنبان لتوليد بما ان مصر اسوان بالذات هي اكتر منطقه في العالم سطوعا في الشمس وكده، فكان لازم يستغلوا ان دي اكبر محطه في العالم للاستخدام وتوليد الطاقه الشمسيه، من اكبر المحطات على مستوى العالم واكبر محطه في الشرق الاوسط. لان مثلا دي حاجه من الحاجات دي، جهود من الجهود المصريه اللي ليها علاقه جدا بان احنا اهو بنتوجه للقطاعات مستحدث. نعم. او في حاجه بس برضو في القطاعات التقليديه انا مش عايزه، هي مهمه قوي، احنا كنا دايما بنقول لما مع التقدم احنا بنستخدم الات اكتر، بنستخدم يعني بنستغنى عن القوى البشريه شويه او العماله، بالعكس بقى في حاجه القطاعات التقليديه احنا بنقول ان الزراعه كده كده كانت قائمه مش حاجه مستحدثه، بس في من التوجهات الخضراء بقى فيها حاجه اسمها الزراعه المستدامه، الاورجانيك، الزراعه العضويه، طرق الري الحديثه، دي حاجات في التقارير الدوليه مثلا في الولايات المتحده، الحاجات دي مجربه يعني حاجات احصائيا طلعوا بالنتائج دي في الولايات المتحده وفي انجلترا وفي ايرلندا، توصلوا لنسبه بقى معينه ان التوجه للزراعه المستدامه والحاجات العضويه، الزراعه العضويه والري بطريقه معينه، ده بيحتاج توظيف اكتر 21%، يعني محتاج عماله اكتر من الالات والكيماويات. ان كل ما رحنا للحاجات العضويه دي احنا بنستخدم بنوظف اكتر، محتاجين عماله اكتر لان احنا عايزين زراعه نظيفه، ولا كيماويات ولا الات بتتدخل في تصنيع وفي زراعه، لا، او طرق الري كمان يعني. فدي حاجه من الحاجات حتى في القطاعات التقليديه انا كنت حابه اقول قوي، لان احنا فاكرين انه احنا مع التقدم هنستخدم الات اكتر وكده، في وظائف اكتر، ولكن بتظل يعني القوى البشريه، احنا بنقول الثروه البشريه اللي بتمتلكها اي دوله وكيفيه توظيفها دي من الاساسيات. واذا كنا اتكلمنا عن الزراعه العضويه او المحاصيل الاورجانيك دي، بيبقى حتى اسعارها اقتصاديا بتبقى اغلى، وكمان بتكون في جانب التصدير، يعني هي مفيده على المستوى الافراد لانها عماله اكتر، وعلى التصدير لانه يعني بحسن من اقتصاد الدوله، هي جودتها، هي مواصفات وجوده وصحه، تحسين الصحه العامه، فهي كل مواصفاتها تستحق ان هي تبقى فعلا باسعار اغلى. طب وبالتالي كان هذا القطاع من المشروعات ليه نصيب في هذه المبادره، وتم تواجدها في المحافظات اللي بالفعل كانت صالحه لتطبيق هذه النوعيه من المشروعات. طب هرجع بقى للمشروعات المستحدثه، بدات امتى
مع المبادرة، وإلى أي مدى بالفعل برضو ساهمت بشكل أو بآخر في إيجاد وظائف مختلفة بالنسبة للشباب؟ احنا قلنا المشروع مثلا دي حاجه من الحاجات، على سبيل المثال مبادره وظائف لائقه لشباب مصر. أيوة. في كمان كان مركز على الريف اكتر واعاده التدوير واعاده تدوير المخلفات واستغلال المخلفات دي بشكل يفيد البيئه بدل الطرق التقليديه للتخلص منها. دربوا شباب كتير قوي على الفكره، دعموا مشروعات، في شباب تقدموا بمشروعات او انا حابب هعمل الحاجه دي مثلا، او انا هستغل الموارد دي بطريقه معينه، او المخلفات دي انا هستغلها بطريقه، فقدموا افكار، اتقبلت الافكار واتدربوا على الكلام ده ازاي، ورياده فكره رياده المشروعات وانه بدا من حاجه بسيطه قوي بتناسب البيئه الريفيه اللي هو فيها. جميل جدا. طيب هرجع للدراسه اللي حضراتكم قمتوا بيها في يعني المركز، مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه، حول طبيعه الوظائف بشكل عام. يمكن احنا بس حبينا نتكلم عن المبادره لان ممكن تكون فيها فرصه للشباب ان هم يستفيدوا منها بشكل كبير. خليني ارجع للدراسه بقى، الفكره كانت من هنا وبدانا الدراسه، ايه الخطوات اللي حضراتكم قمتوا بيها والمراحل المختلفه؟ هي الفكره كانت احنا عايزين نعرف دلوقتي، هي الدراسه بعنوان الوظائف الخضراء في سوق العمل المصري ومهارات وتوجهات جديده في ظل التحولات الاقتصاديه او التغيرات الاقتصاديه المعاصره. ده كله العنوان؟ ده العنوان بس. انه احنا على ما نخلص العنوان هنبدا بقى في المراحل. الفكره ان احنا عايزين نقول ان في ظل التغيرات المعاصره دي لازم في توجهات. أكيد. الشباب في سن العمل توجههم اختلف، القطاعات اولوياتها في التوظيف اختلفت. صحيح. فكنا عايزين نعرف مصطلح الوظائف الخضراء معروف ولا لا، ولا احنا بس يعني او حد متخصص عارف الكلام ده في التقارير الجهات والوزارات المعنيه. طب عارفين المجالات بس مش عارفين ان ده مسمى اسمه وظائف خضراء ومستدامه. كنا عايزين نعرف لا اللي عنده فكره عارف منين، يعني فكرته ايه مصادر معلوماته عن قطاع زي ده، القطاعات دي ده زي كوتشنير كده او قائمه السبيان. طيب كان نطاق البحث او نطاق الدراسه بتاعكم كان فين؟ ريف وحضر. ريف وحضر، يعني احنا بنهتم اي حاجه، على فكره احنا بندرس اي حاجه، اي ظاهره بنشوف المتغيرات الاساسيه عندنا، النوع ذكور واناث رايهم ايه، مستويات تعليم متوسط فوق متوسط جامعي رايهم ايه، او مدى. بس اكيد في فئه عمريه برضو على اساس ان الفئه المستهدفه السن، هي الفئه اللي بتبحث عن عمل. طبعًا. يعني سن العمل خدنا من اول 21 سنه فاكثر، يعني ما وقفناش عند حاجه معينه، لان الانسان طول ما هو عايش بيشتغل. يعني وعايز يشتغل، وفي العادي هو ما جاش كبار سن قوي في العينه يعني، فكده كده احنا خدنا فعلا سن العمل بس كان من 21. تمام. البيئه السكنيه خدنا ريف وحضر عشان نعرف في الريف ايه الوضع وفي الحضر شايفين ايه، ويعمل ولا يعمل، في ناس شغاله في قطاع حكومي، قطاع العمل اللي شغال في حكومه شايف ايه وبيبحث ولا لا، يحب يشتغل في قطاع زي كده ولا لا اذا في مرحله تغير وظيفي. فكل دي متغيرات اساسيه لازم نغطيها. حضرتك قلتي فين النطاق، احنا ريف وحضر وشباب. تمام. واناث وذكور كل حاجه. طب هل هي كانت يعني دراسه نظريه ولا كان فيها جانب تطبيقي؟ دراسه ميدانيه. ميدانيه. يعني احنا طبقنا على الشباب في سن العمل، كنا عايزين نعرف، هي كان ليها محاور كتير قوي. اول حاجه معرفتهم بالمصطلح، طلع مثلا 88. انا هتكلم عن النتائج، انا بس ايه عايزه ابرز الجهد اللي حضراتكم قمتوا بيه في الدراسه وبعد كده هشوف النتائج بتاعتها ايه، بس عايزه اعرف زي ما حضرتك قلتي ريف وحضر على مستوى كم محافظه، الاعداد اللي شاركت مع حضراتكم قد ايه، طبيعه الاختلاف ما بين الرجال والسيدات او الشباب والفتيات، يعني عايزه انقل برضو الجهد اللي حضراتكم قمتوا بيه في هذه الدراسه. دي كانت دراسه على عينه عمديه، الاول بناخد نتائج اوليه، دي دراسة كانت على عينة عمدية قوامها مثلا لا يزيد عن 200 مفردة، يعني 200 مبحوث نطبق عليهم الأول. من كم محافظة؟ بتبقى كل المحافظات واخدة كل الريف وكل الحضر عينة ممثلة. تمام. فدي كانت نتائج أولية احنا لسه محتاجينها، فطبقنا على عينة عمدية في البداية، عينة احنا في العادي بتبقى العينة قوامها 3000 مفردة مثلا. ما انا على كده قلت. لكن دي عينة عمدية لأن احنا عايزين نتائج أولية نستشف الأول الكلام ده موجود ازاي. بعد كده تشارك فيها بقى كل يعني كل يعني نقدر نقول ان دي دراسه مبدئيه هتؤدي بعد كده الى دراسه يعني تفصيليه، يعني اللي طلعت لنا دي يتبني عليها بقى دراسه تفصيليه قوي. بقى طيب اكيد كنتوا في اساسيات
وفي نتائج يعني وصلنا لها. اهم الاهداف اللي انتم كنتوا حابين ان انتم تحققوها من خلال هذه الدراسه، الى جانب طبعا المعرفه والوعي بالاقتصاد الاخضر، هل طبيعه الانشطه او الوظائف اللي حضراتكم كنتوا بتتساءلوا عنها او بتطرحوها كان في برضو اي نوع من الخلفيه عنها او المعرفه؟ محور من المحاور او اهدافنا ان احنا قلنا كمان عايزين نعرف هم ايه المجالات اللي عندهم فكره عنها ولا لا، بغض النظر عن المصطلح، مش كل الناس هتبقى عارفه ان ده المصطلح. المجالات ايه، مصدر معلوماتهم عن المجالات دي لو عارفين، مهتمين يهتموا بالحصول على وظيفه في قطاع زي من القطاعات دي ولا لا، شايفين ايه اهميتها او بالنسبه لهم ايه الامتيازات اللي هم شايفينها يحبوا يعرفوا. طيب خليني اعرف بقى نتيجه كل محور من المحاور دي. يعني بالتاكيد زي ما بنقول ان احنا هنبني دراسه تفصيليه او موسعه على هذه الدراسه النتائج الاوليه دي، فعايزه اعرف النتائج الاوليه ايه ورؤيتكم بقى بعد هذه النتائج. نبدا محور محور، مثلا معرفتهم بالمصطلح. 88% من الناس من المبحوثين ما عندوش فكره، ما يعرفش الاسم، ما يعرفش. متوقع العكس، لا عدم يعني معرفته بالمصطلح وظائف الحضرة اللي هي ايه، ما كانوش عارفين. 88 11% كان عارف. بالنسبه للاناث والذكور ما كانش في اي اختلاف. معلش هو سؤال بس، لان ممكن انا لما اجي اقول لحد الوظائف الخضراء ما يكونش مستوعب، لكن لما اقول له الوظائف المترتبه على الاقتصاد الاخضر او على مواجهه اثار التغيرات المناخيه ممكن تقرب الصوره شويه. هل ده اللي انتم عملتوه؟ يعني احنا مثلا هل ده غير في الادراك كمل أو لانه بقى فاهم هو بيتكلم عن بالزبط. احنا لما سالنا اول حاجه عدم الوظائف الخضراء كان متوقع، احنا عارفين ان مش كل الناس متخصص او مش هيفهم، يعني في نسبه متعلمه وتمامها مش متعود يسمعها، يعني ممكن يكون متخصص، ممكن يكون متعود يسمع الاقتصاد الاخضر، ممكن يكون متعود يسمع التغيرات المناخ، لكن فكره الوظيفه الخضراء الى حد ما مصطلح مش شائع، مش دارج او مش شائع، ويمكن حتى مش بس لغير المتخصصين لكن بشكل عام. ما هو احنا فعلا بناء على ده بعد ما عرفنا عارف ولا مش عارف المصطلح، كان في بقى في نص كده الاستبيان احنا بنقول له طيب الوظائف الخضراء دي وظائف في مجالات بتحافظ على البيئه، قطاعات زي الزراعه النظيفه، زي الطاقه المتجدده، الطاقه الشمسيه، بقى فاهم يعني خلاص هو عارف احنا بنتكلم عن ايه، انه انا فاهم ان اعاده التدوير دي كده وظيفه خضراء بتحافظ على البيئه. بعد ما عرفناه المصطلح بنساله بقى باقي الحاجات اللي احنا عارفين. اللي كان عارف ال 11% اللي قالوا عارفين دول، كنا عايزين نعرف منهم مصدر معرفته، فكان في كذا مصدر. اهمهم ايه؟ الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بيليها المؤسسات التعليميه، المعاهد والجامعات والمدارس، عشان بقى في حاليا في كتب المقررات بتاعه التلاميذ في مراحل دراسيه كتير بقى عندهم فكره عن الحاجات دي. احنا بنتكلم عن تنميه مستدامه، بقى ده في موضوعات القراءه. اذا بقى في نوع بالوعي والمعرفه. المؤسسات التعليميه كانت مصدر من المصادر. كان في بعد كده تقارير الوزارات المعنيه او التقارير الحكوميه. دي كانت مصدر بالنسبه له ولا لا؟ في ناس قالوا الناس اللي على مستوى التعليم اكبر في الحضر، فدول كانت نسبه برضه. واخر حاجه كانت وسائل الاعلام، دي كانت بالنسبه لهم كانت اقل، لانه الحاله مش الكل بيتابع قوي وسائل الاعلام مرئيه ومسموعه. تمام. يعني انا عايزه استعرض بسرعه اهم النتائج اللي وصلت لها وهتبنوا عليها الدراسه اللي جايه عشان الوقت. مثلا كانت اهم المجالات جدا اللي كلهم عارفينها تقريبا، اول حاجه الزراعه المستدامه، الطاقه المتجدده اللي بيسمعوا عنها، الطاقه الشمسيه، كان في التشجير، ان احنا دلوقتي في حملات او مبادرات لتشجير منطقه فلانيه، او دي مثلا حاجه. الحاجات اللي جت في الاواخر قوي ما عندهمش عنها فكره، النقل المستدام، البناء المستدام، برضو كان في حاجات قطاعات كده لا ما يعرفوش، مش دي الشائعه بالنسبه لهم. كان في بقى كمان سؤال بنقول لهم ايه المهارات اللي انت شايف انها لازم تبقى متوفره في الشخص علشان يشتغل في قطاع زي ده. كلهم اجمعوا ان في اكيد مهارات تقنيه على استخدام حاجات تكنولوجيه، كفاءه الطاقه والطاقه المتجدده دي محتاجه، في العمل الجماعي وحل المشكلات، دي حاجة أكيد فريق عمل بيشتغل على مشروع معين لازم يبقى عندهم المهارة دي. كان في مهارات احنا قلنا التقنية، مستوى تعليم برضو إلى حد ما في بعض القطاعات، حد متخصص في قطاعات متقدمة جدا فليس مؤهل بمستوى تعليم معين. طيب وبناء عليه احنا عملنا هذه الدراسة المبدئية وهنعمل دراسة تفصيلية،
هذه الدراسة هتؤدي في النهاية بالنسبة لحضراتكم كباحثين بالتأكيد إلى ربما طرح أفكار جديدة، ربما يعني زيادة تركيز في توعية معينة. اللي بنهدف إليه بقى إن شاء الله بعد الدراسة التفصيلية هيكون إيه؟ هي خرجت الدراسة بتوصيات طبعا بنقول إن يبقى في دايما حملات توعية بيئية، أو إنه في مثلا في حاجة اسمها تسويق وظيفي أو استهداف الجامعات. الشركات العاملة في القطاعات دي بتستهدف طلبة الجامعات، دايما بتدربهم على حاجات زي كده، يا في المحتوى الدراسي عندهم او في برامج تدريبيه، لازم يحضروا الحاجات دي عشان يبقوا مؤهلين بعد كده لسوق العمل. والحقيقه يعني احنا بنحاول برضو ان احنا نؤدي الدور اللي علينا من خلال ابراز هذه الدراسات والتعريف بيها، وازاي بيكون ليها دور كبير جدا في توعيه الشباب بشكل خاص جدا، لان اي مجال جديد هو ممكن يكون بيلغي وظائف معينه لكن في نفس الوقت بيخلق وظائف جديده، وده اللي بنهدف اليه ان شاء الله من خلال الوظائف الخضراء. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اماني فوزي، استاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وان شاء الله يعني يكون في نوع من التثقيف بشكل اكبر. شكرا جزيلا، بتمنى دايما ان كل جديد يكون فيه ايجابيات نقدر ان احنا نستفيد منها ونعظم من القيمه الخاصه بيها. بشكر كل اللي تابعونا، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم دايما في الاقتصاد والنفس. We'll be right back.